أكد دكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن بيان البرلمان الأوروبي الأخير مسيس وما جاء فيه لا أساس له من الصحة. وشدد غنيم على أن البرلمان الأوروبي يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمعلبة واستخدم حقوق الإنسان، وأشار إلى أن هذا الأمر يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو أمر غير مقبول. وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن بعض الطيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري والادعاء كذبا بوجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده، خاصة أن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.